صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شو تي في مباشره معكم من وسط المدينه. يعني فدح لحظات حجز دراجه ناريه من نوع 56 غريبه الاطوار عن حجوز الاشخاص من طرف فرقه الدراجي. دراجه سريعه تم الحجز ديالها من طرف فرقة الدراجين. برافو كما كتلاحظوا دراجة غريبة الشكل ديالها كذلك السرعة. فيها عجوج الأشخاص، دراجة من 56 غريبة الأطوار، يعني فيها شيء شبيهة بالطيارة. صاروخ هذه امامكم الدراجة يعني معدلة، شوفوا المفصولات ديالها والماكينة ديالها. يعني كاميرات المراقبة رصدت تحركات ديال الأشخاص وتم الإيقاف ديالهم في شارع لالا الياقوت. مشاهدينا الكرام، هذه هي دراجة من 56 غريبة الأطوار اللي تم القبض، يعني الإيقاف ديالها في شارع لالا الياقوت.